اهلا بكم. انا دلوقتي جنب نهر نيميجا في مينسك. زي ما احنا شايفين البط جميل وبيعوم في المية، وفي هنا جسر ممكن تمشي عليه عشان تعدي للضفة التانية. في الجليد في كل مكان، ومن بعيد باين جسر تاني، سكاي لاين بتاع مينسك زي ما احنا شايفين. الجليد مغطي الدنيا كله ابيض في ابيض. تعالوا نمشي مع بعض شوية جنب النهر، نتفرج على الحتة اللي يبقى فيها النهر متجمد. زي ما احنا شايفين هنا طيور جميلة، طيور جميلة هتهرب كلها دلوقتي مني. مناظر روعة، مدينة مينسك مدينة جميلة. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا في الحتة اللي النهر فيها مش متجمد. لو بصينا تاني كده على الشط التاني وعلى الجسر هنلاقي الجزء ده من النهر مش متجمد. طبعا تلج في كل مكان، في شجر، الضفة التانية فيها مباني قيمة جدا. هنا تحت السحاب باينة. لو خدنا بالنا هنلاقي هنا نهاية السور بتاع النهر، نهاية السور. وهنا المية، طبعا المية درجة حرارتها لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 1 درجة مئوية إن ما كانتش صفر. في ناس هتسألني طب ازاي هي صفر وما تجمدتش؟ هقول لهم لانه ممكن يكون فيها نسبة املاح تخلي درجة تجمدها اقل من الصفر زي مية البحر، صح؟ بصوا الفرق ما بين التلج الابيض والنهر. التلج جميل جدا مغطي كل شيء. شوية بط جميل بعومها تاني الضفة التانية مع جمال الجسر والتلج. وناخد دورة كده هنلاقي التلج مغطي كل حاجة. في الوقت ده من السنة، احنا النهاردة يوم 30 يناير 2015، امبارح كان عيد ميلاد بنتي نيلي، فعشان كده انا مبسوط. النهاردة انا في مينسك علشان اخلص بعض الاوراق، فعبال ما اروح استلمها قلت اتفسح جنب النهر. معاكم طارق عامر الرحالة المصري. هنلاحظ هنا حاجة غريبة جدا، شايفين السطح المتجمد الابيض؟ السطح ده هو نفس النهر برضه بس متجمد. ليه الجزء ده متجمد والجزء ده مش متجمد؟ غالبا لوجود فروق في نسبة الأملاح، ممكن يكون بسبب ارتفاع قاع النهر. ركزوا بقى معايا بالراحة كده، هتلاقي هنا المية بتقف عند حاجز. الأول في جزء صقيع أو فروست أو تلج، وبعد كده الجزء اللي بعده تلج عليه ندف التلج الأبيض. بصوا لو خدنا دورة كده اهو، شايفين النهر ادي نهايته اهي، او بمعنى اصح نهاية الجزء السائل ده الشاطئ التاني، ده الجزء السائل. هناك الجسر، المنطقة البيضة اللي هي هنقول عليها الرصيف، اشجار تحت السحاب، وبعدين النهر.
الحته دي قويه جدا ممكن الواحد يمشي عليها، بس طبعا ان درجه الحراره واحد الواحد ممكن ما يحاولش يغامر لانه ممكن سطح الجليد ده يتكسر تحتيه. بصوا ركزوا معايا، بص ادي نهايه النهر اهي، بص النهر عامل ازاي اهو نهايته اهي الحته المتجمده. لاحظوا بعيد هناك يرجع النهر تاني يبقى سائل. هنمشي للمنطقه دي، بس اهم حاجه عندي تاخدوا بالكم من الحته اللي النهر فيها بتحول لفروست وبعد كده منطقه بيغطيها الجليد. كان معاكم طارق عامر الرحال المصري من مدينة مينسك بيلاروسيا.